ليانا على نوف انها تيجي معاهم بدل ما تقعد لوحدها في الاوضه، وبتوافق نوف انها تروح معاهم. لكن رانيا بتعترض وبتقولها ليان ان نوف لازم تيجي معاهم، وساعتها مش هتقدر تبلغ عنهم عند عبير، وبتحكي لها اللي حصل مع نوف الصبح، وبتقتنع رانيا بكلامها. وبينجحوا انهم يهربوا من الفندق وبيروحوا للحفله اللي في الفندق، وبيكون احمد وليس مستنينهم في الحفله وبيقضوا الوقت سوا. وبتكون مريم متضايقه ان نوف انفصلت عن خطتهم، بس بتقرر انها برضه هتستمر في الخطه بتاعتها. وبتروح دينا اوضه ليان وما بتلاقيش ان حد فيها، فبتفهم ان نوف كمان راحت معاهم، وبتجري على مريم عشان تلحقها قبل ما تبلغ عبير عن ليان. بس مريم بتكون بلغت خلاص، وبكده نوف هتقع في مشاكل وممكن تترفد من المدرسه. وبيكون احمد بيحاول انه يتقرب من نوف ورانيا في الحمام، بس نوف بتهزقه وبترفض انه يلمسها. وبتيجي رانيا تتخانق مع نوف انها بتحاول تتقرب من حبيبها، وبيقول لها احمد ان نوف هي اللي حاولت تتحرش بيه وانه كان واقف ما عملهاش حاجه. وبتصدق رانيا كلام احمد وبتقول لها ان اكيد الراجل بتاع الصبح هي اللي كانت متفقه معاه انهم يقضوا وقت سوا. وبتتكسف نوف قدامهم وبتضطر انها تمشي وتسيب الحفله، وبتروح الحمام وبتروح وراها ليان. وبتكون عبير في طريقها للحفله عشان تتاكد ان البنات مش في الحفله، وبتقرا نوف رساله دينا ان عبير جالهم في الطريق، وبيجروا عشان يحذروا رانيا، بس عبير بتكون مسكتها. وبتقرر رانيا انها تغطي على ليان ونوف وتقول انها لوحدها في الحفله، وبتشاور لهم انهم يهربوا لاوضتهم وبيجروا على الاوضه، وبيلحقوا انهم يغيروا هدومهم قبل ما عبير تخبط عليهم.